مساء الخير. ضيف اليوم ممثل شاب عم بشق طريقه نحو النجومية. قدم أولى أعماله من الباب العريض وكدور بطولي مطلقة. تميز بكل عمل قدمه وحصد حب جمهور طويل عريض. أكيد هالصبايا كلهم لهم حصة الأكبر، وبصوته الدافي أشعل العديد من المسارح وشارات المسلسلات. بحكي على المكشوف لليوم رح نستقبل سوا وسام صليبة. اهلا وسهلا فيك معنا اليوم، كيفك؟ منيح؟ تفضل. وسام كيفك؟ انا منيح، انت شو الاخبار؟ صافا؟ قليل ما اشوفك هيك ببرنامج جد قاعد على الصوفة، يعني البرامج بتطلع فيها كثير هيك شوي حركين كول اكثر، حركين اكثر اذا بدنا نقول، بس عن جرب نخليها كول كمان بذات الوقت. اكيد لازم. اليوم ليه طلعت معنا بحكي عن المكشوف؟ بتعرفي لانه مثل ما عم تقولي صار لي زمان ماني قاعد بانترفيو فيه، بس حديث على رواق عم نحكي عن حيلا شيء فينا نحكي عنه، وهيك شوي كلاس، شوي هيك على رواق. رواق ايه؟ ايه. خليني انا وياك ننتقل لاول فقره على المكشوف. روعه. يلا. اليوم وسام على المكشوف، الكل بيتهمك انه انت بتستفيد من نجوميه بيك، شايف حالك انه بيك غسان صليبه؟ مين هذا بيتهمني انه انا شايف حالي؟ بعض الناس. طب اقول كل الناس، بعض الناس. مش مزبوط. مش مزبوط. لا اكيد لا. ما بتستفيد من هالنجوميه؟ اكيد بستفيد. حسيتك تضايقت من هذا الموضوع؟ ايه، لانه سؤال بنسال كثير، بعدين بنسال اكثر من اللزوم. وقلتها بكثير. ما هو لانه سأل اكثر من اللزوم وما تجاوب عليه، يمكن بشكل انا على الجمهور رح ارجع اسالك اياه. هلا لا، انتبه، نحن عايشين بلبنان. قد ما بدي جاوبك ما مش الكل رح يفهم. ما رح نقنع الجمهور. اكزاكتلي. اكيد استفدت، اوف كورس استفدت. كيف الواحد ما في يستفيد؟ بس بي رباني بطريقه معينه، وقت رحت على لوس انجلوس وضليتني هنيك 7 سنين وعم بشتغل مني لحالي كرمال جرب بيطلع لي الخبره، واشتغل بمطاعم وفاليه باركينج ما بعرف شو، وانا ابن فنان وكان في يصرف علي ويعمل لي اللي بدي اياه، وهذا اللي عمله يعني. بس 50-50 يعني، لازم انا اكون عم طلع اللي انا لازم اعمل، لانه هيك لازم، لانه عم بعمل حالي ك. طب لو كنت بلبنان كنت اشتغلت بفالي باركينج؟ اكيد. اكيد اكيد. يعني اليوم اذا اضطريت يعني بتشتغل بمطعم؟ اذا اضطريت اكيد. ما شرف هذا الشيء بيكون، لانه اتس سيرفيس. ما بعرف، انا هيك ربيت، بي ربي بضيعه، بي ربي مع سبع اخوه كانوا كلهم عايشين باوضه واحده، فبعرف من وين جاي، بعرف شو اصلي. بالمجدل عقوره كان ما كان عندهم، كان عندهم انجأ يعني. جدي كان يطلع يتصيد يعطيهم الاكل ويرجع يروح على الشغل، كان يضطر يتصيد كرمال يطعميهم ايام. هلا كانوا فقراء؟ فانا ما ربيت هيك، انا ربيت كثير احسن من هيك بالقصص اللي كانت مأمنت لي، بس هذا الشيء ما خلاني انسى، وبي كان يخبرنا عن هالشيء وربى هذا الشيء فيه وبزياد. ايه كنت اكيد اشتغلت هذا الشيء بلبنان، وهذا الشيء معروف عني بكيف بتعامل بالانترفيوز او كيف بتعامل وقت اكون عم صور او وقت اكون باي ايفنت. قصدك متواضع؟ ما كثير بتفرق معي شو عم بيصير بالمصلحه، ما كثير بتفرق معي شو عم بيصير مع الممثلين ومع الفنانين، ما كثير بتفرق معي مين بيحكي عن التاني. يمكن لانه عشت بامريكا. كيف؟ 80% لانه عشت بامريكا. يمكن لو عشت هون بالتربيه كنت بكون شوي غير، كنت بكون اخذتني وقت اكثر، بس التربيه والنفسيه اكيد لهم علاقه. بعتقد لوس انجلوس وعت هالشيء اللي جا كان فيه، عززته اكثر اذا بدنا نقول. صحيح، كرمال هيك بقول لك من كل قلبي، ايه اكيد استفدت من بيي، بس ماني شايف بحالي لانه قبل. هلا يمكن استفدت من بيك، بس انت على طول بتقول انه انا الشهره بتخوفني شوي، يعني لما بشوف الاضواء كلها علي. صحيح. بستحي، ما بحبها، ما بعرف اتصرف، بتلبك يعني. مش بتلبك، بتضايق اذا كنت تعبان او كنت بعدني رجع من تصوير وكان في عالم بدها تاخذ صوره معي حتى نقول، او عم تسالني اسئله شوي بحسها منا ضرورية بالنسبة لإلي، مثل في قصص بالمجتمع اللبناني منا ضرورية، مثل عدم التواضع. ايه بتلبك، كنت اتلبك واتضايق بالأول لأنه صارت بسرعة الخبرية، طلعت كتير أفزة بطريقة كتير سريعة، فجأة انشهرت. صح، والشهرة منا شغلة أنا كنت على طول عم بقول إنه يا الله شو هيدا الشيء، لأنه تربيت فيها، كنت موجود، كان بيي مشهور، وهيدا على طول كنت استحي، وهذا كنت واقف حده والعالم كله عم تعطي أهمية. فإيه لا، بتجي بعتقد بس لما تجي الشيء لإله الواحد بيتلبك أكثر يعني. أكيد أكيد. طب انت مثل القمر، هو كان شو بدي اقول الشهره القويه عندك، يعني هي اللي خلتك تنشهر اكثر شيء، يعني تعرض لكثير نقد سلبي. صح. بضايقك بعض الموضوع لهلا بس يسالوك عن قصص سلبيه بهذا الموضوع؟ ابدا، كان يضايقني كثير اول ما بلش المسلسل. صح، كنت بدي ركز على التصوير،
كنا متضايقين بقصص لها علاقه بالوقت، كنا متضايقين بقصص لها علاقه بال كيف انه عم نصور ولازم دغري نعطي الام تي في الحلقات كل ما نبلش دغري على الهواء. هذا شيء على طول بيصير بالمسلسلات اللبنانيه، مش بس المشاهدين ما بيعرفوا، بفكروا انه بتصوروا المسلسل قبل. صح، وهذا الشيء لازم يصير، وهذا الشيء كان يصير بالمسلسلات، بس لانه عم بيصير في طلب كثير بسرعه، لانه الانتاج شوي صح عم بيكون في ضغط كثير كبير. فانا كنت عايش هذا الضغط، كنت عايش ب كمان بتعرفي على السات بيصير في مشاكل، هذا الشيء بأثر شوي على التمثيل، بأثر على الإخراج، بأثر ضرنا نغير مخرج، صار في إشكالات بين المنتج والمخرج اللي كمان بتصير. حتى الكيت بتغيرت. صح، الكيت بتغيرت، أنا وستيفاني أيام ما كنا عم ننام لأنه كنا عم نصور 18 ساعة بالنهار. هيدا كله بعدين بيجي حدا بيقول لي يي ليك ما حبينا هيدا الشيء لأنه أنا مني واعي على شيء ديجا وعم جرب خلص، بس إيه كان يضايقني. هلا إذا حدا بخبرني آخر همي لأنه ارتحت، بعدت عن الجو، روقت شوي، عملنا فيلم السينما ورجعنا عملنا أول نظرة. أخذ شهرة كثير بوقتها قمر، يعني رغم صح. كل الانتقاد اللي تعرض له، بس أخذ شهرة كثير واسعة يعني. صحيح، وبعتقد سيف ذو حدين. مين فاد، مين فاد الثاني أكثر، أنت ولا ستيفاني؟ ما بعرف يعني. هذا سؤال على اللبناني. هيدا على اللبناني مش على الامريكاني. هيدا ما بتفرق معي من فايدة تاني، عن جد ما بتفرق معي. انا مهم انه اللي عم بيعطيني بالمشهد يعطيني من قلبه، وستيفاني اعطتني من قلبها. يعني بتعتبر انه انت بمحل من المحلات استفدت من ستيفاني؟ اكيد بدي استفيد من كل المسلسل. هي اكيد هيدا الشيء 200%. وستيفاني صح، في كثير عالم انتقدتها، تنقولها من الاخر على المكشوف، وفي عالم كثير حكت عنها، وفي عالم كثير قالت ما بيلبق لها التمثيل، بس ستيفاني كثير انظلمت. ستيفاني وقتها كانت تجي كانت تكون تحت الشتاء والشوب والعلق ويزتوا عليها مي كرمال وتكون عم بتجلد، وانا ما فتت بهالقصص يلي بتعذب بالتصوير قد هي، وهي اول مره بتمثل بحياتها. انا من عمر 12 سنه بمثل، وانجا انا فتت بريشه بكم شغله. ف هي لا سو اجت وعطتني من قلبها، وكانت عن جد عم تاخذ كل مشهد وعم تتلبك قبل ما تبلش تمثله، وعطتني بطريقه قد ما فيها هي تعطيني مزبوط، وقصص عن جد كان في مومنتس، كان في لحظات كانت عم تعطي قصص كثير حلوه. ما هي المشكله عندنا بهيدي البلد، البعض الناس بيحكموا على البشر دغري، يعني ما بيعرفوا بشو مقطع، بشو كان عم يقطع باي ظروف يعني. مثل ما عم تقول صحيح. طب وين انت بتعتبر ظلموها، بقلب الوسط الفني ولا خارجه الناس بالتنين. يعني؟ بالاثنين اكيد. طب اليوم بمسلسلك، خلينا نطلع شوي من قمر، اللي بلش برمضان حلقه واحده اول نظره على نيو تي في، ليه توقف؟ هلا انا رح اقول لك شيء وبعدين انت رح تقولي لي ايه، بس لانه ممكن يكون في سبب ثاني. ما رح اقول لك شيء. تنشوف. بدي بتعرفي انه في مشاكل سياسيه كثير بين تلفزيونات وغير احزاب وهالقصص للاسف حتى. من وراء مشاكل جديد يلي كلنا شفناها يعني، كل بيعرفها، ما في حدا ما بيعرفها، وصارت اكثر من مره ونحكى عنها بملحقات اكثر من مره. من وراء هذا الشيء توقف بس الجديد بكل الضاحيه وغير ما وغير مناطق كمان، وغير مناطق خاصه ببيروت يلي قوه الجديد موجوده فيها. وقت طلع المسلسل، يعني الحق على الكل والحق مش على الكل، وقت طلع المسلسل لاحظوا انه هالمسلسل لا فيه بوتنشل. هون انا شوي تعجبت لانه انا كنت عارفه فيه بوتنشل. طب بس شو المفروض كان ينحضر قبل؟ انه قبل ما يطلع هوا. مزبوط. سو وقت شافوا انه في كثير بوتنشل، ليه؟ لانه على يوتيوب جبنا 192 الف فيو باقل من 12 ساعه. كثير ما بحياتها ساره. وي ور كنا عاملين ترندنج نمبر 19 رقم 19 بكل الميدل ايست، بكل المينا، يعني ما مع يعني المغرب الجنة. والجزائر which is amazing. لاحظوا هذا الشيء، لا ما بدنا نحرقه، فهتا نقطفه لبعدين تياخذ حقه، يلي هو كمان سيف ذو حدين. لانه انا ابدا بعد ما شفت رمضان كيف كان السنه، ابدا ما كان بدي فوت برمضان لانه كان في كثير اعمال وما كان بدي اعمل. يعني مثل ما بقولوا، لا تكرهوا شيئا لعله خير لكم. هيدي بكل شيء بعتقد بحياته بالحق كل يوم. فهيدي كثير بتنطبق على شو صار. يمكن لو فتوا برمضان يمكن كان قل الريت، يمكن تعرض للفشل، وهو ما بيستاهل يتعرض للفشل. كان اكيد كان قل الريت، مش يمكن. متامل كثير اكثر من مثل القمر؟ لا مش اكثر من مثل القمر. مثل القمر صار شيء، صار في حاله، لانه العالم عاشت اليونيفرس الكون تبع مثل القمر برات. مثل القمر عاشوا ستيفاني ووسام، عاشوا قمر وجهاد اكثر من ما عاشوا المسلسل، عاشوا الغنيه. ماني متامل عاشوا حاله الحب. صح. انا بلاقيها رح يعيشوا شوي غسان ووسام، رح يعيشوا شوي كمان انه كيف انا عم بلعب دور منه كثير لذيذ، يعني شوي رح ياذي شخصيه بيي، وانا مني عم بلعب دور ابنه بالمسلسل، هذا الشيء كثير مختلف كمان.
رح يعيشوا هذه الحالة، ما عم بقول أحسن من قمر بس كمان ما عم بقارنا، رح يكون شيء مختلف كلياً ورح يكون شيء كتير حلو. بس يلا ناطرينه كلنا إن شاء الله خير تنشوف. حتى لو تعرض لنقد سلبي ما بيأثر، ما لازم شيء ما يتعرض لنقد سلبي. ما في تعمل شيء وسام ترضي كل العالم يعني. صحيح، على طول في حدا منه راضي. طب اليوم وسام، نحن كنا عم نحكي قبل الهوا عن شو الفرق بين عيشة لبنان وعيشة أمريكا. اليوم وسام ما بيعتبر يمكن لو كان ضل بأمريكا كان انشهر أكثر، كان صار ممثل عالمي أكثر؟ مرسي على سؤالك، سؤال كثير حلو. لا أبدا، بأمريكا ما عادوا بقى عايزيننا. لوس أنجلوس صارت منطقة منا مثل الأيام قبل، ما عادت بقى هي السنتر تبع التمثيل، كانت ما عادت بقى. أونلاين غير كل شيء، صار في شيء عندك اسمه نتفليكس، هولو، يوتيوب، آيفليكس. القصص الإنتاجات يلي عم تطلع من هوليوود عم تنحط أونلاين، اللي عم تطلع من دبي عم تنحط أونلاين، من مصر زيت الشيء. هلا أنا كرمالك عم بلش شركة إنتاج إلها علاقة بالأونلاين، عم نعمل شركة إنتاج أنا وشخص اسمه داني حبيب، مرن بأمريكا مع خيي، عم نجيب فريق كتاب، 8 كتاب، مش كاتب واحد على 30 حلقة، مع كل احترامي لكل كتاب هون طبعاً. بس مستحيل إنسان يكتب 500 شخصية ب 30 حلقة بهذا الوقت الصغير ويطلع عمل ما فيه نقد سلبي. فعم نجرب نعمل شيء، نطلع شوي شوي، ما كتير رح نقبض كتير بالأول، بس قليلا عم نحطهم أونلاين على نتفليكس وآيفليكس. على آيفليكس عملوا لانشينج بلبنان، كتير من العالم يلي بالقطاع يلي بالمصلحة معنا كانوا باللانشينج بالعشاء وشافوا هذا الشيء. عنا بوتنشل كتير قوي، مش ناقصنا شيء، بدنا بس كتابة تكون بتعكسنا ولذيذة. الكتاب من وين؟ من لبنان؟ من لبنان ولا من كل الانحاء العربيه يعني؟ ممكن حسب كل سيزن، لانه رح يكون في سيزن 1 2 3، يجي كاتب من برا يعطينا كونسلتنسي مثل ما بيقولوا، يخبرنا مثلا اذا بدنا نكتب شيء له علاقه بالمغرب او الاردن او السعوديه او الامارات. هلا موضوع بينفتح من بعد ما سمحوا للمراه انها تسوق، كثير هذا الموضوع كثير مهم. عندنا كثير مواضيع بس بلبنان. طب مين الممول؟ الممول هن الويب سايت، ان كان نتفليكس او ايفليكس او هيدا شيء جديد، وهن فايتين كثير اجريسيف، بلشوا بامريكا بال 2009 وهلا واصلين لهون. مش ضروري تعيشي بلوس انجلوس تشتغلي بلوس انجلوس، فيك تعملي قصص وتوزعيهم بلوس انجلوس بس اكيد اخذت تجربه كبيره من هونيك وخبره كبيره، كثير كبيره، عندي كونكشنز بالانتاج هونيك. الخبره يلي اخذتها هونيك ما بغيرها ابدا، هي اللي خلتني بلش هون بهالسرعه مع بي ومروان. يمكن غير ممثلين بضلهم 10 سنين ليرجعوا يفكروا بهيدي الفكره 200%، ولو ما تعذبت كثير بلوس انجلوس انا عم بقول لك بي او مش بي ما كنت وصلت لهون. وبذات الوقت بس تنهي الموضوع تما كثير نضلنا عليه، بلوس انجلوس ما عادوا بقى بدهم حدا ينجح بلوس انجلوس، لانه الشرق الاوسط هلا تحت الاضواء بكل الانحاء وبكل القصص، ان كان بالافلام او بالسياسه او بالاقتصاد، بدهم حدا يكون ناجح برات امريكا يجيب لهم مبيعات وبنشحوه هونيك. ما في حدا هلا عم ياخذ اوسكار بامريكا يعني. صح، الا اذا كان مشهور ببلده، ان كان الماني، بريطاني، فرنساوي، عربي. عم يستفيدوا من خبراتهم يعني وبينقلوهم لعندها، هم بيسوقوها اكثر لأنه بطريقه. في كثير، في 250 الف ممثل بهوليوود. 250 الف ممثل، ان كان مسجل بالنقابه او لا، 100 الف مسجل بالنقابه، كثار. طب اليوم تعاملت كثير مع ناس بامريكا وعم تتعامل مع نجوم كمان هون، نجوم صف اول صف ثاني اللي بدك اياه يعني. صحيح. اليوم قد ايه لقيت الفرق بين نجوم امريكا ونجوم لبنان؟ شو لقيت الفرق؟ ايه في كثير فرق، ما محطة للكل، في كثير فرق اكيد لللبنانيه اكثر اذا بدي اقول اكيد. فرق بشو؟ منحب الاضواء هون كثير نحن، ومنحط انه الشهره هي نقطه الوصول، ما منحطها كهي شيء صار من وراء نقطه الوصول. نقطة الوصول هي انك تعمل شيء لذيذ، انك تاكل شيء للمجتمع، انك تعمل فن، صرت مشهور من وراء هذا الشيء. للاسف نحن هون بنشتغل للنتيجه مش بنشتغل للباشن، هيدا الفرق. صح، فهيدي الفلسفه خلتنا نصير شوي كثير عنا شوفت حال، بالانجليزي اسمها باتينس، يعني كثير بنهتم بالقصص يلي السخيفه. القشور. مزبوط. بامريكا العالم شبعانه. العالم شبعانه من كل النواحي، هون ما في شبع، هون بنفكر انه الامريكان او الاوروبيه عندهم كثير حريه وعم بيعملوا قصص منا حلوه لانه ما في بقى عائله وهيك. مزبوط، ما في عائله مثل ما في هون، ترابط عائلي. بس بعتقد الحريه هي العلاقة انك تاذي شخص، ونحن بمصلحتنا بنأذي غيرنا. انت بس ما تاذي حدا، عمول اللي بدك اياه، مين ما كنت تكون، شو ما كنت تكون ميولك، اخر هم شو بتعمل بحياتك. ان كان عم بيحكوا عنه انه شايف حاله من ورا بيو، او ان كان عم بيحكوا عنه بالمطلق، او ان كان عم بيجربوا يعملوا قصص
بالمصلحه كمان يسكروا بواب يلي هيدي بتصير فينا. بس ما بتآمن انه قد ما واحد سكر الباب ربنا بيضل عنده بواب تتفتح له؟ بآمن فيها مليون بالميه، وهيدي لها علاقه بالحريه، لها علاقه انه انا حريتي بقدر اعمل اللي بدي اياه، وإلك حق تعملي اللي بدك اياه، امني باللي بدك اياه، ما بتفرق معي طالما انت ما عم تاذيني، اذا انت بتحترميني على الارض اخر همي شو بتعملي وقت تكوني لحالك، ولا مين عم بتصلي ولا مين عم تعمل، اخر همي اكيد اخر همك العالم، اخر همي وكل همي. سو اخر همي انا شو هن بيعملوا شو بيفكروا فيي، كل همي انه يكونوا مبسوطين بالفن اللي انا عم بعمله، اذا هن مبسوطين فيه رح ضلني اعمله، اذا لا ليه عم بعمله لمين عم بعمله. طب رح تضلك تمثل مع ناس بيعملوا حالهم ديفا على الست؟ لا خلص. لا اكيد لا. من الاخر كله له علاقه بال بالشروط وبالكاركتر وبال بتقدر ترتاح وتعطي مع الشخص اكيد، لانه هلا انا صار فيي بعتقد حط شروط، بعتقد هلا وصلنا لوقت انه صار فيي يقول اوكي هذا اللي بدي اياه بالنص وهذا اللي بدي اياه بالفريق. بس مش نشوف حالنا اكيد لا، بس واحد بده يشوف حقه. لا تمام طبيعي، وحتى من الاول فيك تقول بس شفتي هون هيدا الزيح بلبنان كثير كثير رفيع، اذا واحد طالب بحقه بيقولوا له عم بيشوف حاله، اذا واحد كان عم بيقول لا بياكلوا له راسه. ف مشان هيك ليه بدك تنطر ليصير لك 3 4 سنين بالتمثيل تطالب بحقك؟ من الاول طالب بحقك. ايه ولا ما لي حق، ما لي حق، بقدر طالب بحقي اكيد في قصص مينيموم بالنهايه، بس ما في يقول انا بدي هيك 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 وانا بعدني فايت، ما لي حق اتمرجع على حدا، بس بعدين بصير لي حق شوي بلا. بس بالاول لا، بالاول بقى انا فايت عم شوف شو هالكون اللي فت عليه، عم شوف انه اوكي لبنان انا معود على لوس انجلوس، فت على لبنان هات نشوف من شو مكون، هات نبلش نعمل، وعم بنجح بذات الوقت. ليه؟ لانه عم باخذ، عم بحترم غيري، عم بحترم وقتي، عم بحترم حالي، وعم ننجح عم نكفي. رح يضل في حكي فاين، بس فتت على كون انا ما بعرف شيء فيه، طلعنا هلا صرت تعرف، هلا صرت تعرف تتصرف اكثر. اكزاكتلي التجربه علمتك صح. بلس كنا بكونترا ما كان فينا كثير نحكي، هلا صار فينا نحكي طلعنا من الكونترا. اكيد صار فيك تحكي اللي بدك اياه. باخر هالفقره على المكشوف، شو حابب تسال لشخص تحت الضوء؟ سؤال على المكشوف. واو يا ريت حضرته هالسؤال. لا ما هو ما فيك تحضره صحيح، لا ما بدي افكر بشخص وبدي ارجع افكر ب أول شخص، أول اسم. لأني كثير لأنه عم صلي له وإن شاء الله تنجح بكل شيء وهيك، بدي أسأل ستيفاني صليبا قد إيه هي محمسة ومتأملة بالمشروع الجديد اللي عم تعمله هلا مع رودني حداد. حلو. لأنه اتس فيري انترستينج. كثير محمس، كثير محمس إني أعرف قد ايه هي فايته مضبوط فيه للموضوع، لانه كثير كثير محمس احضره، لانه هيدا المسلسل الوحيد او البروجي الوحيد. ما عم تحكيه على التليفون اللي عم تعمله؟ امبلا، بس كثير على كثير هيك صار لي زمان على القليل. ايه كثير قليل. وحاب تسال هيدا السؤال على التي في؟ ايه ليه لا، لانه بديها هي كمان تقول للعالم انه هي مستعده. خليها تجاوب بترجع من بعد الحلقه لك. فيها فيها، مش ناقصها شيء. مش ناقصها شيء اكيد. مشاهدينا بريك ونرجع لكم. مشاهدينا رجعنا نحن وسام صليبا والعفوية اللي عم بتشوفوها هلا خلال هالحلقة. وسام قد ايه انت كثير ناشط على السوشيال ميديا؟ قد ما في يكون، كان شغل كثير تزعجني بس خلينا نشوف بهذه الفقرة شيء غريب. اف انا ما طلعت ابدا شو شفته شو نبشته شو نقيته. هلا بنشوف سوا، هلا بنشوف كيف رح اتفاجئ. هلا بنشوف. شيء غريب كثير، هلا حتشوفهم عم تطلع على الشاشه دغري. شيء غريب كثير قد ايه انت متعلق بعائلتك؟ نعم كثير بنشوف صور لهم. يس خلينا نشوفهم سوا. امك وبيك هيدي بالاوبننج، الوالد والوالده صح، الاوبننج تبع السيركل الليله بنسكر اخر ليله بالصيفيه. كانت الاوبننج كانوا ايه انا واهلي. الله يخلي لك اياهم. ثانك يو. خلي لك عائلتك. قد ايه معلق بامك؟ كثير، العالم بتفكرني مثل بيي اول، لانه طلت مثله اول ما فوت انا غسان، بس شو انه اقعد مع العالم بتشبهه كثير. صحيح، بشبه امي اكثر ذو وتقعدي معي العفويه وهالقصص هي. هيدي كان مع والدك صح، كان فوتوشوت بالبيت كثير حلوه. هذا كان للغنيه مش عم صدق حالي لما نعملها الفيديو كليب قريبا، كنا انا وياه هون عم نصور بالبيت. ليه تاخرتوا هالقد؟ من وراء التصوير ومن وراء غيرنا سبع مخرجين. سبع مخرجين لشو؟ لانه ينشغلوا بطريقه ونرجع نحن نتشغل. سبع مخرجين للفيديو كليب؟ للفيديو كليب سبعه. شي سبعه هيدي انجاز ما حدا عملها. ايه 100%.
او بركي ما حدا قالها ما حدا قالها يمكن ايه او بركي ما حدا صريح على قد انه يغير سبع مخرجين لفيديو كليب وكلهم رائعين وكلهم بعدهم رفقاتي بس ما كانت تزبط حسب التوقيت كان كثير قد ايه اللي حتنقي شخص مميز حيكون من بعد السبعه مزبوط ما بيشتغل هون عايش برا اسمه زياد عون كثير لذيذ خلص خلص على اكيد على بس أكيد. مش هلا لانه فتنا بثلاث مشاريع فتنا بالتمثيل هلا خلص شيء ثاني صحيح علاقتك بتوني عيسى كثير كانت منيحه بس هلا عم شوفها قلت كانه ايه ما كثير بشوفها صوركم قلت على السوشيال مزبوط من وقتها كانت كثير قبل ديول المشاهير وبعدها وجهه تحيه لتوني هاي توني هاي توني اشتقت له كثير 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 ليه هلا قليل صار خانقين بتعرفي ابدا لا ليش تكرت نو 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 واحد هيك فجأة ينقطع مش بين مش بين انا وتوني نحن الشباب غير يا عمي اتس ديفرنت نحن البنات شو بدنا ليه؟ نفس الشيء كثير بين بعض ابدا مين قال لك ابدا بركي مش انت لانه انت عفويه ولذيذه ومهضومه ايه تسلم والشباب كمان بيتخانقوا كثير مش الكل نفس الشيء مش كل نفس الشيء بس كمان اوكي هلا بدك تحطي بدك تقارني البرسنتج لا ما الميزان ما حقعد نعمل سايكولوجي طيب. المرأة كيف بتفكر والرجال كيف بفكر قد ايه ايزي نحن وفي نسوان ايزي ما حجاد لك في اليوم. نسوان ايزي اكيد في نسوان ايزي وفي لبنانيه منن لبنانيه منن سوبر لبنانية. ايزي اكزاكتلي لطشه علنا لا مش كل الاشخاص متل بعض اكيد وي كانت ما فينا نعمل نعمم ما فينا نعمم انا وتوني ما عدنا بعدنا حكينا مع بعضنا انشغل هو كثير بالتصوير كنت انا زوره على السات وبعدين فتح مطعم لكوميدا سوري عم نعمل دعايات هلا بجونية وانا بلشت وقتها بمشروعي بحالات وكثير انشغلنا بالصيفيه وانا سافرت وهو سافر شي اربع خمس سفرات ولقينا له هاي توني صحيح فبعتقد هيك بتعرفي كيف بتصير الامور مشاغل صح ولا ديول المشاهير بده يرجع يبلش فبركي نرجع نجتمع ان شاء الله ان شاء الله عن جديد خلينا نشوف هالفيديو انا وياك يلا او ماي جاد عم بفهم ليه عطول بتحط قصص انا عليها بالارانب علي وكوينز وما بعرف شو ليه؟ انا بقبل فيهم هالقصص من بعد الوحيد يعني يو لوك كيوت يو لوك كيوت كنا عم نتعشى سوا عندي بالبيت كان صار لي شي 7 أشهر مش شايفها لستاف وستاف عطول من النوع يلي عطول نحن قاعدين بالتصوير شي لافز فلترز وبتحب جست فيديوز وانا بتعرفيني فاني اخر همي ففاني مومنتس ف ايه على طول بتحط لي ارانب وقصص على راسي فشو بدنا نعمل؟ دائما انت بتحط لها صورك اصلا بتحبها كثير ايه؟ ستاف كنا مرقنا بكثير قصص صعبه انا وياها والعالم كلها فكرت يا اختي يا بتقربني يا بنظهر سوا يا مجوزين يا خاطبين ما في شبه من الرومانس بين بعضنا برات التمثيل وهذا شيء كثير غريب لكثير من العالم لانه هن عايشوا حياة كانه وسام وستيفاني مش بس جهاد وقمر فايه لا وير فيري جود فريندز هي لذيذه اصلا لذيذه و يعني اللي بيصير بالتصوير بيقرب كثير العالم لبعضها اكيد لانه بتصيروا اشخاص بتصيروا رفقاء اكثر خليني انا لك شوي على شيء شوي جدي تاثرت كثير فيه بليز ايه بدك الجد انا بحب هالقصص شوي اكثر بحب الجديه اكثر بحب القصص العميقه بعتقد بلا فلسف اكيد ما بدي اتفلسف خلينا نشوف هالفيديو سوا هالصوره سوا اوكي هاي جايز سبا ماشي الحال شو رايكم طالع حلو علي منيح هذا الشيء هون ما تخافوا ما تعضلوا هم سمع كثير منيح ما بين شيء بس هذا اللي جاي احكي فيه اوكي مش حلنا بقى نطلع من التابو انه هدول القصص بشعين انه الهيرينج ايد بشع ونحن بنخاف نعطيهم لاولادنا او نشتريهم لحدا بنعرفه لانه ممكن يتمسخروا عليه او ممكن يطلع بشع بالمجتمع هذا الشيء مش مزبوط ابدا كرمال هذا الشيء كرمال هذا الوعي ستودنتس تبع ميديكال اوديولوجي ساينسز بالاي يو بي 15 الشهر الساعه 6:30 عاملين فاشن شو مع مودلز لابسين هيرينج ايدز كرمال يحطوا هذا الوعي فينا ويربوه وبذات الوقت كرمال يطلعوا مصاري كرمال نشتري هيرينج ايدز العالم ما عم بيقدروا يدفعوا حقهم لانه هدول منهم رخاص ابدا فبليز كونوا كتار دعمونا القصه مش عادة ثانك يو قد ايه مؤثر بنفس الوقت قد ايه مفيد مفيد شو قصدك؟ بفيد شو هي. ما هو مفيد اكيد يعني اكيد عم بيقدم رساله معينه صح مسج معين للناس سبب من الاسباب انه نقلت من لوس انجلوس للبنان هو هيدا الشيء انا عم بمثل وعم بعمل شركه انتاج وعم جرب انتج يلي هيدا الشيء بده طريق كثير طويله وان شاء الله خير بعدين بالثلاثينات اخرج كرمال اعمل هيدا الشيء في عالم
تتوظف كرمال تمثل. انا عم بعمل تمثيل كرمال شو؟ كرمال هذا الشيء، كرمال على طول اعمل رساله لها علاقه بالمجتمع. هذا شيء كثير بهمني، وفي اكثر من فيديوز واكثر من بوست في قصص ما بحطها لانه ما بدي احطها، لانه منا محترمه للاشخاص اللي عم بيعانوا، ان كنا بمخيم او ان كنا بمطرح للعجزه او للفقره. في عالم ما بتحب صورها تبين، ما بتحب حياتها تبين قدام العالم، مهم انا اكون هونيك واعطي من وقتي وبزياده. هذا شغف كثير كبير لإلي وما في يعيش بلا فن. طيب اليوم شو الرساله اللي بتحب توجهها غير هاي الرساله؟ اليوم فيديو هلا بتظهر من عنا من الاستوديو، بتفكر انه انا بدي اوجه هذه الرساله لحدا معين للاشخاص يعني؟ اوكي، اذا بدنا نوجه رساله للاشخاص، هي الرساله اللي انا بجرب اعملها، رح اجرب اعملها بكل شيء بعمله، ان كان بالفن او ان كان بهالقصص، يلي هي هيدي. اليوم شو خاطر على بالك؟ قبل ما عملنا اكشن كنا عم نحكي انا وياك انه اذا بنعيش باللحظه بس. بدي أوكي. اقول لكل اللي عم نحكي اكثر شوي فلسفي وعلم نفس وعلم طاقه كنا. ايه صح، وهذا الشيء انا كثير بامن فيه، والفانز تبعي بيعرفوا هذا الشيء لانه بيلحقوا كل البيجز تبعي وبحكي كثير عن هالقصص. وهذا الشيء كثير بخليني نحس بالفخر، لانه شوي من الجيل الصاعد، وحلو انه اللي عم بيتسمعوا هالافكار هن من الجيل الصاعد، يلي هن رح يغيروا المجتمع بعدين، رح يصيروا اكثر واكثر. انا ماني جاي هون تغير شيء، انا من الكثير من العالم، وفي عالم كثير اذكى مني عم بيجوا عم بيحكوا القصص اللي انا عم بحكيها كرمال يعملوا هيدي الشعله. واذا صارت، واذا حدا تسمع على شيء انا قلته وراح عمل شيء، هذا الشيء بالنسبة لي فخر كتير كبير. الفكرة هي إنه هيدا نعيش باللحظة، ما كتير بقى نفكر بغيرنا، ما كتير بقى نفكر حتى بحالنا، خلينا بس نعمل الشيء اللي له علاقة بغريزتنا، الشيء اللي له علاقة بالباشن تبعنا اللي منحبه، ما نفكر مش بقى المجتمع غيرنا. صح، إذا كنا بنعمل بس هذا الشيء، كل واحد عمل الشيء اللي هو بحبه، رح نتفاجأ قد ايه رح نتفق. يمكن أنت عندك بي وأم متحررين وقفوا حدك، بس في ناس لا عندهم بي وام مش نفس البي والام اللي موجودين عندك. وياما بس هون اذا بدك يكون شوي محامي الشيطان، بدك تلوم الظروف اللي حواليك، وما رح لوم الاشخاص بحياتي. بس هون اذا في يكون محامي الشيطان شوي، اقول ياما في عالم ما كان عندهم هيدي، عندهم اهل البريفليج اللي عندك اياه عند صح اهلك يعني. وياما عملوها وتحدوا المجتمع، ياما في عالم تحدت المجتمع من كل قلبها، ياما في ستات اللي انا بحترمهم اكثر من حيالها رجال على الكره الارضيه، تحدت المجتمع اللي كانت موجوده فيه بالثلاثينات وبالعشرينات، انقتلوا كرمال هذا الشيء او غيروا المجتمع كله. هيدي بدها جرأة، هيدي بدها جرأة اكيد يعني. وانا ما راح حط حدا باي خانه كرمال يعملها، انا الي علي بس اقول عيشوا باللحظه. حط حالك محل الثاني، يلي بيقدر يعملها اهلا وسهلا، يلي بي وامه ما راح كل يوم يضربوه ويقولوا له لا انت ما فيك، هذا الشيء ما رح يجي لعنده انا غلوم او حط الذنب عليه. خليني انا وياك هلا ننتقل لصورك على الفيسبوك القديم القديم القديم. يا الله، خلينا نشوف صوره. اوكي، هون رح بلش اضحك قبل بوقت لانه ما بعرف شو تارك انا. ما بتعرف شو تارك عن جد؟ ما بتعرف شو تارك؟ ما بعرف شو تارك. خلينا نشوف هالصوره سوا. اوكي، يا مسرح. شو عامل بحالك؟ مسرح، هون كنت عم بلعب دور الماني ببيع كمانجات. كانت مسرحيه بيستلقى بالاكاديميه. شعراتي هو بتعرفي فلامبوينت الماني، بحب هالقصص شوي، هو هيز جاي الكاركتر. فعملنا شعراتنا بهالطريقه هيدي. خلينا نشوف صوره ثانيه. بيطلع بالاخر منه هذا الشخص ابدا باي ذا واي. والله لبنان. ايه، هيدي بلوس انجلز. في شارع اسمه لبنان على فكرة، كثير عالم بتعرفه. شارع كثير صغير اسمه لبنان ستريت بلوس انجلوس، وكنا رايحين على ميتنج وشفتها واخذتها. بتحب كثير تسافر انت؟ بعتقد احلى شيء عندي لانه له علاقه بالشيء اللي عم بعمله. اذا ما بفهم الشعب اللي انا رايح لعنده ليه بدي احكي عنه؟ شفت كيف؟ او اذا ماني فاهم انا الاشخاص اللي عم بحكي عنها او اللي عم بعمل فيديوهات عنها، ليه بدي اعمل؟ يعني بكون كثير شايف بحالي اذا انا عم بعمل فيديو عن افريقيا وانت ما رحت وأنا على افريقيا، وانا ماني شيء عن افريقيا وماني شايفهم هن كيف عم بيتعذبوا، او ماني ليه بدي اعمل؟ يعني تعتبر السفر حياه؟ اكيد، حياه ثانيه، لغه ثانيه ومدرسه، ثقافه، المدرسه لغه ثانيه وحياه ثانيه. صحيح. في صور لك كثير كمان حلوه حنشوفها انا وياك هلا. هيدي انت وصغير، قد ايه كان عمرك؟ هيدي اول هيد شوت عملتها عمري 18 سنه، قلت له لاستاذي بالاكاديميه انه بدي بلش انا فوت بالتمثيل، بدي بلش انه اعمل صور وبلش مثل يعني برات حيطان الجامعه. كان عمري 18 سنه، وثقت لحالي وقتها. ايه، رحت لهونيك قلت له بليز بديك تبلش، عملت اول فوتو هون هضامه، هون بسكوت جاسس كشاف. انا بتحب هاي الحياه كثير، وهلا كنت بمخيم عم ساعدهم، رجعت من شي جمعه كثير انبسطت. وكمان له علاقه بالميوزك، ف
هلا شو العلاقة بالموسيقى حياتي؟ هون براس السنة بلوس أنجلوس قررت أقرع شعراتي فجأة بنص السهرة، فتح الحمام وقررت شعراتي فجأة عملها. أوكي هيدا دغري بسنيتها أنا وخي، هذا خي خلينا نشوف صور بعد. هذا زياد هون كنت بنص ال بنص ال بنص ال هيدا قلت أكيد لازم أخذها هيك، لازم أعمل كم منظر، فا خدت صورة بنصها وحطيني هون. هيدا سيونكسات وقتها كنت بعدني راجع من لبنان. بتروح على الآخر بكل شيء إيه؟ يس انه ليه لا، اذا عم بنبسط وانا بالمجتمع بعدنا كنا عم نحكي عن الموضوع. هيدي والدتك صح باللقلوق. شيكسبير اوبرين، كنت عم بلعب اوبرين ميد سامر نايتس دريم بلوس انجلوس، هذا كان مسرحيه التخرج تبعنا بلوس انجلوس. شو رايك فيها؟ واو ها بعدني تركها. اوكي هيدي رفيقتي بالمسرحيه وكان شارط. هاي بس رفيقتك؟ ايه ما انا صاحبتها. شو الشرط؟ أمريكا يا أختي غير دني. شو الشرط؟ ماشي كنا شربانين شوي وكنا كان هالوين بارتي وبليز بليز يلا بدنا نظهر بدنا نطلع لبرا وعم بدنا نرقص ما بلش رقص وعم نرقص وهيك وقالت شيء بعتقد مسحة وعارف عم نمزح بيت بعضنا وغنشت فينا نقول وخليتها للصورة عادي وخليتها للصورة بتعملها هلا؟ بتحط صورة هيك؟ بلبنان؟ لا ليه؟ ما لا عم تقول انت ما بتفرق لانه ما قلت جداد ايه ما بتفرق معي بس ما بعرف اذا بدي افسر انا مع هذا الشخص او لا ما طالع بالي ما قلت جداد ما لك جداد الصحافه تضلها تحكي عنك من ورا هالموضوع صحيح ايه لانه رح يسالوني اول 15 جريده اول 15 جريده رح يسالوني وسام شو هيدي الصوره انت مع مين؟ خطيبتك صاحبتك حتتجوزوا؟ لا هيدا شخص كنا انا وياه شربينين شوي وجيت وغنشته وهيك نقول زيت السيناريو هيدا نقول هو زيت السيناريو وراح فسرها 15 مره بس ها هي that's the only reason عشان السبب الوحيد مش راح اعملها بس يمكن يجي يوم تحط لما بيكون لك جلد ليكي اذا لا بس وصلت هلا كان عمري 18 سنه 19 سنه اذا وصلت لمطرح هلا معين مثلا تقول لك انه ليه بعدني بزيت الشخصيه من هالناحيه عندي هالحريه اذا كان في شيء سيريس مع شخص وبستها من كل قلبي وحطيناها لانه انا ماني مع انه يا الله عندي صاحبتي بدي فرجي لكل العالم انا مصاحب اذا صارت سيريس وبسنا بعضنا وحطيتها ايه رح حطها من كل قلبي ورح فسر ل 15 جريده انه انا مع هذا الشخص سو لانه بيكون شيء نيو بيكون شيء غير بيكون شيء انا عن جد بحبه بعنيه من كل قلبي وسام رح فرجيك فيديو هلا كثير حلو رح رجعك شوي بالذكريات مثل ما بقولوا وطني بيعرفني وأنا بعرف وطني هو اختنى فيي وأنا بوطني غني وطني بيعرفني وأنا بعرف وطني هو اختنى فيي وأنا بوطني غني زرعني بأرضه أنا زرعت كل الدنيا زرعني بأرضه أنا زرعت كل الدنيا وطني بيعرفني وأنا بعرف وطني هو اغتنى في وأنا بوطني غني وطني بيعرفني وأنا بعرف وطني هو اغتنى في وأنا بوطني غني وطني بيعرفني وأنا بعرف وطني هو اغتنى في وأنا بوطني غني زرعني بأرض وأنا زرعت بكل الدنيا زرعني بأرض وأنا زرعت كل الدنيا وطني بيعرفني وأنا بعرف وطني هو اغتنى في وأنا بوطني غني زرعني بأرض وأنا زرعت كل الدنيا قد ايه صوتك حلو؟ ثانك يو ليه ما بتغني اكثر؟ لانه بعدنا عم بشتغل على على شو؟ على صوتك؟ على الصوت الصوت الشرقي لانه انا كل حياتي مغنى غربي
تقدمت كثير من وقتها ديو المشاهير لانه كان ديو المشاهير شيء كثير جديد علي، ما كنت ابدا اعطي حد شيء. صوتك مبين كانك كان مرن كثير يعني. ثانك يو، ميرسي كثير. لا وكنا عم نتمرن واشتغلنا كثير وغنيه كبرت معه، بس كمان بذات الوقت على المضمون لانه ما بدي اتعدى على مصلحه هون، ما بدي اتعدى على مصلحه العالم تقول انا ابن بيي لانه بي غسان بيغني فابنه بيغني اكيد عم بيغني. المضمون ما بده يكون بده يكون بيعكسني، بس بده يكون شيء له علاقه فيي، شيء بين الغربي والشرقي، شيء له علاقه كمان بالمجتمع، وشيء بيشبهني. ما رح اقدر اغني مثل بيي بحياتي غير شخصيات، كل واحد عنده شخصيه، كل واحد عنده صوت، يعني مش المفروض تكون مثل بيك. بس ياما العالم بتقلد. لا فما بدي اقلد. ما بعدك عم بتقول ما بهمني شو بقوله يعني نوعا ما. ايه صح اكيد، وهيدا الشيء بدي اعمله لانه انا مقتنع فيه، ما بدي اعمله كمان لانه لازم اعمله، بدي اعمله لانه هلا المضبوط صار بيلبق لي، انا صرت مرتاح بالشرقي، هلا صار فيي فوق. يعني قريبه بنترقب غنيه بس تحس حالك انه انطردي. صحيح. خليني انتقل انا وياك لفقره تسالوني. اوكي يلا. وسام هلا صار فيك تغش. صار لك ساعة بتحاول بدك تاخذ سؤال، تفضل. هيك هيك نجحنا المدرسة، فشو بدنا نعمل؟ هيك تتغش كثير. اوكي، إذا بدك تحط علامة لإلك على 10 قد إيه بتحط بكل تجرد؟ هو الأسئلة مش مني، إيه؟ من المشاهدين، من الناس. شو عم تحكي؟ أكيد مش مني. واو. نشوف التواضع عندك هلا على 10 قد إيه حيكون؟ ما خص، في تواضع، في فاكتس. اعطينا الفاكتس والتواضع مع بعض. ليه شفت الزيح هذا الرفيع هذا على طول موجود هون بهالحديث؟ منه موجود، عم بقول لك فرجينا تواضعك. واجان بدي اياك تعرفي شغله قبل ما اقول. تفضل. ما بدي حدا يفكر انه وقت اقول بلبنان او اللبنانيه ما عم بحكي عن حالي كمان، كلنا لازم نحمل مسؤوليه، على طول بقولوا نحن إيه؟ كلنا لبنانيه. لانه اللي بيسمعك ما بقول انك لبناني، كنت بلوس انجلوس وما عارف شو، لا لانه رحت على لوس انجلوس صرت مقهور اكثر على لبنان. هون هذا الشيء اللي بخليني اعرف، لانه طلعت لبرا شفتها من برا، طلعت قلت لا ما لازم يكون هيك ابدا، رجعنا جينا وبعدني بضلني هون ورح ضلني هون وبموت بهون وما بحياتي رح اترك هون. هذا الشيء اللي بخليني بيعطيني الحق اني بس قد ما فيه بدي اغير هون. صحيح. فوقت اقول ليك هاللبنانيه او ليش اللبنانيه، هذا الشيء لانه عم بقول ليه اخواتي هيك، انه يعني رح احكي عن ابني قبل ما احكي عن ابن جاري. anyway. خلينا بس ما نعمم البعض منهم لانه في اشخاص بعقده البعض وين ما كان، لما في امريكان كيف ما كان، ما في اوروبي وين ما كان، وين ما كان ما رح اكيد ما رح نعمم. مثل ما الشباب مثل ما الشباب اصحاب اكثر من ما البنات اصحاب مع بعض. 8 على 10. منيحه انت اذا شايف حالك هيك كثير منيح. اوكي بعد وحده اذا بدك، يلا مع انه ما معنا وقت كثير، ما نطلع بريك بس يلا. اوكي هيدي كثير صرت مجاوبها. واو اوكي، على اي تجربه بتندم بحياتك؟ باختصار ايه ما بندم على ولا تجربه، كل تجربه هي لسن، هي درس، هي درس تعلمته. ايه ايام بندم انه ليه ما عملت احسن، لا رياكشن على شيء معين، بس لا هذا هو كمان بتقدر تعمل بالتجربه الثانيه. صحيح. خلينا نطلع بريك انا وياك. يس. مشاهدينا مع وسام صليبة، نرجع لكم. مشاهدينا رجعنا لكم مع فقرة النقط على الحروف. عجبتك هاي النقط على الحروف؟ تنهدت كأنك ثاقبت. ثاقبت ايه؟ معك هلا بس لبقت مع لبقت ايه؟ معك 30 ثانية بس تجاوب على كل سؤال. اوكي 30 ثانية بس بلشنا. That's... عم بتضيع وقتك انت وقت. هلا اوكي اوكي اوكي. انا ما نجحت بهيدا الدور ولا دور نجحت فيهم كلهم. كلهم نجحت فيهم؟ رح جدد عقدي مع مروان حداد بس لا ما رح جدد. ليه؟ بس بده يكون في شروط اكيد لها علاقة فيي انا. شروط شو؟ يكون الكونترا مش على 3 سنين مثلا، يكون على عمل واحد. لانه احسن لي واحسن له لإله. واكيد له علاقه بس انبسطت بتجربتك مع مروان حداد؟ كثير، في قصص كثير اندعكت فيها وكثير تعلمت، كانت مدرسه رائعه، كانت مدرسه كثير علمتني كيف من ناحيه التمثيل ومن ناحيه البروفيشناليزم. وجه له تحيه للمخرج مروان حداد. وجه له تحيه من كل قلبي. اليوم التمثيل ما طلع لك مصاري؟
أكثر أحسن بكثير من غيري نشكر الله، مش قد ما أنا بدي قريبا أكثر إذا الله. لأنه بعدك جديد يعني مش حتطلع المبلغ اللي أنت بدك إياه يعني. بس هو بلبنان لسوء الحظ لأنه الماركت تبعنا السوق تبعنا صغير، الواحد بده ينجم كرمال يطلع شيء يعيش منه. لسوء الحظ كل ممثل عم بيشتغل شغلتين وثلاثة. قد إيه بتقول يا ريت ما درست تمثيل؟ ولا مرة. ولا مرة؟ ولا مرة، مرة واحدة قلتها بس وقتها كنت بعدني بلوس أنجلوس وكنت ضايع وما كنت عارف إذا لازم كفي فيها أو لا، لأنه كان شغلة كثير صعبة. إيه في أكيد الواحد بيمرق بشكوك وبيقول يا الله بركي كنت بروح بعمل شيء ثاني له علاقة بالسفر. شيء ثاني شو؟ كنت بدي أعمل كفي بالتاريخ بعلم الآثار. حلو، بتحب علم الآثار إيه؟ بحب علم الآثار. أي بلد أكثر شيء بيوحي لك؟ أي بلد أكثر شيء بيوحي لك تروح عليه؟ اسكتلندا. أكثر من غير بلد؟ يس. هل قد فيها آثار؟ نعم كثير. مصر شو بتعتبرها؟ مكتبة الآثار والتاريخ كله يعني كله. البداية فإيه أكيد. شو عم أنا غرام قلبي؟ حسب كيف الكلمة. لا كنت 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 بس بلا ما لاحظ. ليه؟ لأنه الواحد إذا كان شارمان، واحد إذا كان بيعرف يحكي بيستعمل هالقوة، صار عنده إياها بيستعملها أكثر من اللزوم. فآخر شيء بيشبع وبيلاحظ حاله وبيروق وبيروق وبيعرف حاله شو عامل غلط وبيصير بحط الصبية على مطرح أعلى منه. يعني بحب النسوان بس ماني نسوانجي. منيحة هاي. منيحة. صرت تعرف أنت المرأة أكثر. ثانك يو. جاوبت أكثر. بعدني بعين أهلي صغير كثير. هيكي. هيدي أكيد. هيدي أكيد. إيه ولا بس ثلاث أرباع الوقت. مين أكثر بيعاملك بيبي صغير إذا بدي أقول اليوم؟ أمك. أمي أكيد. لأنه الأم قد ما كبر الولد بضلها تشوفه ولد صغير. هذا شيء حلو ببلدنا. هذا الحلو إيه؟ خي شو حلو. بضل في قصص حلوة كثير، نحن العائلة عندنا نمبر 1 عن جد. هيدي الروح اللي ما بنلاقيها بأي بلد أجنبي. هذا اللي ما عم بخليني أفل. هيدي اللي ما عم بخليك تفل لأنه بتحب عائلتك. بدي أقول خلص لا. بدي أقول خلص للجهل. وعدم ال ما عاد بقى عنا هوية نحن خسرناها. فدعان بس خلص إنه خلص. ليه ما عندك هوية؟ لأنه لبنان ما عاد بقى هويته اللي نحن كنا نعرفها. فأنا كلبناني عايش شوية من أمريكا شوية من فرنسا كل شيء من دنبو أخدينه. ما عنا بعد ما بعرف ما عنا هوية لبنانية نحن. ما فينا نقول هيك بعض المحلات. طيب أوكي. إنسان بيعمل هويته. لا إنسان بيعمل هويته. أنا إيه أكيد أنا بعمل هويته أنا بعرف شو هويته أكيد بس بزعل على اللي بشوفه حوالي. يعني منزعل بس عم نتأقلم مع الوضع. لا فضل ما أتأقلم فضل غيره. فضلت غيره. صح. يلا على أمل التغيير. إن شاء الله خير. كله بده يغير. كله بده يغير. بدك مين يسمع؟ أنا ما في يغير لحال. بدك مين يسمع؟ بس كلهم مفكرين بده يغيروا لحالهم. يا ريت بيجتمعوا وما بيغيروا لكل واحد لحاله. تتغير الأمور. كل واحد يغير نفسه بعدين كله بيتغير. خلينا أنا وياك ننتقل لفقرة صوتك بمليون. أوكي. رح أطلب منك هلأ تتصل بأي رقم عشوائي. خايفين من هالخطوة؟ أي رقم اللي بدك. استحب الضروبة فهيت نشوف. لا ما ضرب أبداً. هيدا إذا فكر من البرنامج وتعرف عن حالك. يلا يلا ردي؟ ردي. أوكي صفر. بلا ما نقول الرقم نتحفظ على الرقم. نتحفظ؟ إيه مزبوط حسن العالم كله تصير دق له. دق له بس مش رقم تكون حافظه أنت. أبدا. أوف هذا أكثر شيء بستحى منه بحياتي. إنك تعرف عن حالك؟ لا إني أحكي مع عالم ما بعرفه. لا حلو التجربة حلوة. ما تبقى أكيد هو كل شيء تجربة. وبعرف مين طلع لك طلع. قد إيه بعرف نقي؟ تعرف تنقي والله يا وسام. هذا كله غزل لك الله. هيدي اول مره بتصير معنا. الله 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 طلع لك غزل بس رد. طلع لنا غنيه حتى لو مرض. لا غزل مظبوط هيدا. عن جد ما كنت قاصد هالرقم. عن جد نقيت هيك عشوائي. ايه بس ما عم يا الله
قديش هذه بالسنه قصه حلوه. اوكي واو فيك تطلب رقم ثاني. هذه احلى من اذا حدا رد بس يلا اطلب رقم ثاني. اوكي لنشوف شو حيطلع لنا هلا. حضر حالك. هيدي اول مره بتصير معنا. اول مره سبحان الله. الو الو بونجور. هلا كيف صحتك؟ معك وسام صليبه، انا عم بحكيك من برنامج حكى على المكشوف. ما بعرف اذا عرفتني، بس انا لازم احكيك ولازم ندق لرقم عشوائي وانت بتكون معنا على البرنامج وبتسالني حيالله سؤال بدك اياه، اذا اكيد عرفت مين عم بيحكي معك. شو برنامجك على المكشوف؟ صحيح، معك ممثل وسام صليبه. ايه نعم. كيفك؟ اول شيء نعم نعم. اول شيء الاسم الكريم اذا بتريد. حمد زيتون. واسم من وين عم تحكينا استاذ؟ من منطقه رشيديه. اهلين اهلا وسهلا فيك باهل رشيا. حبيبي نحن بس بدنا حيالله سؤال بيخطر على بالك انك تسال شخص بالتمثيل او بالفن او بالغناء. بلاش السؤال من السؤال. حيالله سؤال انت 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 فيك تسالني وانا بدي اجاوب عليك ضروري. عرفت حيالله سؤال يعني. صح صحيح. ايه ان شاء الله اقدر اجاوب. بلا نطمن على السلسة ماشي ولا مش ماشي؟ بدك تطمن على السلسة. ما عم بسمع. على سلسلة الرطب والرواتب. على سلسلة الرطب والرواتب. بما انه رحنا محطة الاو تي دي بنمثل الرئيس يعني. والله برافو، بعتقد هون لازم نسأل الفريق العمل اللي معنا. بعتقد كل شيء ماشي، بعتقد كل شيء كل شيء تحت تحت زمام الامور تحت زمام الامور. انا عم بعمل حلقه ببلاش ما بعرف. ببلاش. الله يعطيك الف عافيه حبيبي. الله يعطيك الف عافيه. تحيه لاهل رشيا كلهم. تحيه لك. حكي على المكشوف من الاو تي في. شكرا لكم. شكرا لك. شكرا. الله معك. مهضومين الناس. ايه شو لذيذين. لا مهضومين الناس عن جد لذيذين. عن جد وبعتقد هلا اخذ لهم عقلهم السياسي واخذ لهم عقلهم الرتب والرواتب. هلا سبقتيني. بس بذات وقت بيقدروا يبرموها لنكته. عن جد فعلا. شو احكي لي بدك اياه عن اللبناني؟ اللبناني ولا هيدي الشغله فيك تعمليها بس بحب الحياه. صحيح. شو ما كان يعني هلا سلسله الرتب والرواتب مضايقه الكل بس يلا بناخذها بنكته مع الممثل وسام. وايا يلي انا ما رح اقدر اعرف بلش له باول خبريه عن وسام مش سامع بالموضوع. بلا اكيد وعم تابع وكل شيء بس بدي خبره تخبره. ما عندي هن اهل رشيا مهضومين. كثير كثير فعلا. بس ما عندي اوبينيون على او فكره عن هيدا الشيء بالذات. اكثر شو عن السياسه العالميه من كيفك انت والسياسه؟ مطلع بتابع كثير قد ما فيه. وبتقول عن رايك عادي ومع اي مع مين انت مع اي حزب ولا ايه؟ بقول عن رايي لو كنت مع حزب. انت مش مع حزب ابدا ولا حزب؟ ولا حزب لا. ما في حدا سياسي بيلفت لك نظرك؟ لا كان في صحفيين وسياسيين او ما في اي سياسي بلبنان بيلفت لك نظرك بتعتبره مثالك الاعلى انه بتقول ها هالقد بحبه هالقد بيشتغل ولا حدا؟ بتعرفي للصراحة ما عاد بقى أنا عارف لأنه ما العالم كله عم تحكي وأنا ماني مطلع مزبوط وما عندي وبالسياسة ما بحياتك عندك ما يعني ما عندك مزبوط قربة للشخص أو بتعرفي مزبوط إذا هو عم بيشتغل أو لا لأنه ياما كنا فاكرين شخص عم بيشتغل وما طلع عم بيشتغل أبدا وياما العكس فما في يقول ضيعوك. ما عندي فكرة. السياسة ضيعتك. صحيح. عندي مبادئ وعندي فكرتي بالسياسه لشو عم بيصير هلا بمحيطنا وشو رح يصير اذا ما انتبهنا وشو لازم يصير وشو اذا صار نحن شو فينا نعمل الواحد يحسن حاله بالاول مثل ما كنا عم نحكي من قبل بس ها هي وبعتقد هذا الشيء على امل نحن ناطرين هالتغيير بهيدا البلد مزبوط. وعم نلمس كم شغله فعلا. صحيح. يعني هيدا التليفون كتير حلو كان صوتك عن جد بمليون واللي اتصلت فيه كتير مهضوم كتير لذيذ. وأول اتصال سوبر مهضوم هيدا هذا واحد بلا ما حدا يرد بلا ما حدا يرد غزل فيك. أنا بدي أتشكر حضورك وأنا بدي أتشكرك من كل قلبي.
فعلا حلقه كثير حلوه، بينت الوجه الاخر لوسام. شكرا الله. وبتمنى لك كل التوفيق باول نظره. ميرسي كثير، وبتمنى لكم على طول التوفيق بالمحطه وبالبرنامج وبكل شيء عم تعملوه. وفيلم السينما ما بدنا ننساه هيدا اكيد. فيلم السينما شيء رح يكون كثير لذيذ، كثير حلو، كثير محمس له انت. كثير محمس. فبوجه تحيه لجاد ولكارلوس ولتاتيانا مرعب ولشيخ. بتمنى لك كل التوفيق. بتمنى لك كل التوفيق. مع هالحلقه الحلوه المهضومه ومع هالغزل الحلو على التليفون، بشوفكم انا الاسبوع اللي جاي بنفس التوقيت.